صباح الأمل، صباح السعادة، صباح التفاؤل. حياكم الله مشاهدينا بيوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي صباح الديار. نتمنى يا رب إن شاء الله هذا النهار سعادة وتفاؤل ومحبة أيضا، ودائما هذه الفرحة بحياتكم. وأيضا نتمنى النصر العاجل والقريب لقواتنا الأمنية المتواجدة بساحات القتال في تل عفر. يا رب إن شاء الله دائما هذا الانتصار يكون بالعراق ولكل محافظات العراقية. فاصل بعدها معودين معكم. أيضا هذه عودة جديدة معكم مشاهدينا، وأيضا نبتدي أولى فقراتنا الصباحية بالاطلاع على أحوال الطقس والنشرة الجوية. ننتقل إحنا وياكم خارج استديوهات الديار وننتقل إلى زميلي حسين الصالحي أكيد حتى يقول لنا اليوم شو درجات الحرارة والنشرة الجوية. الجو لك يا حسين. صباح الخير والمحبة ومشاهدينا الأحبة، أكيد أتمنى لكم نهار سعيد، وراح أنقل لكم النشرة الجوية مثل ما وردتنا من دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي. درجة الحرارة في بغداد لهذا اليوم هي 45 درجة مئوية، أما الصغرى 28 درجة مئوية، والجو بشكل عام مشمس تماما. أما سرعة الرياح هي 21 كيلومتر في الساعة ونسبة الرطوبة 18%، ودرجة الحرارة بشكل عام في المنطقة الشمالية تتراوح من 40 إلى 44 درجة مئوية، أما في المنطقة الجنوبية تتراوح من 45 إلى 48 درجة مئوية. وفيما يلي درجة الحرارة لبعض المحافظات العراقية: أربيل 42 درجة مئوية، الموصل 44 درجة مئوية، وكركوك أيضا 44 درجة مئوية، والأنبار أيضا 44 درجة مئوية. أما النجف الأشرف 45 درجة مئوية، وكربلاء المقدسة 44 درجة مئوية، أما البصرة 48 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وراح أكون إياكم داخل الاستوديو إن شاء الله. مع السلامة. هذه عودة جديدة أيضا معاكم مشاهدينا، وأشكر زميلي حسين الصالحي. وأيضا اليوم النشرة الجوية تبشر بخير، ودرجات الحرارة اليوم 45 بغداد، يعني أنه هذه درجات الحرارة راح تبدي بانخفاض إن شاء الله، ماكو صعود بيها. نتمنى الجو يكون حلو وانخفاض مستمر بدرجات الحرارة حتى اليوم شوية الناس ترتاح، وأيضا الجو يكون به فرحة لما نشاهد وأيضا نحس أنه أكو برودة بعراقنا العظيم. هذا الشيء أكيد نحتاجه، ونتمنى أنه إن شاء الله الصيف ينقضي ويروح ونخلص من عنده بأسرع ما يمكن، ونستقبل فصل الشتاء أيضا بسرعة حتى الناس ترتاح بحياتها وأيضا يمشي يومنا بسلاسة. نتمنى إن شاء الله يا ربي هذا النهار يكون سعادة وتفاؤل. خلي إحنا وياكم نروح لفاصل غنائي حتى بعدها نستقبل زميلي حسين قويانا. صباح الجمال والعافية والخير على عيونكم يا أجمل مشاهدين اللي تشاهدونا أكيد عبر قناتكم قناة الديار الفضائية. صباح العافية يا حسين وحياك الله. صباح الخير يا نور، كيف صباح الخير والمحبة على عيونكم مشاهدينا وين ما تكونون من شمال العراق إلى جنوبه. نتمنى لكم نهار سعيد إن شاء الله، وأكيد نتمنى لكم وقت ممتع برفقة فقراتنا الصباحية لهذا اليوم. نبتدي لكم مشوارنا الصباحي بموضوعنا لهذا اليوم، وأيضا عندنا عدة فقرات متنوعة. أكيد يا حسين، كل يوم بصباح الديار عندنا فقرات متنوعة وأيضا متجددة، وكل يوم بأولى فقراتنا الصباحية. فقرتنا الأول موضوع نقاش، وأيضا يكون موضوع مهم يلامس حياتنا اليومية. موضوعنا لهذا اليوم حلو ويفيد كل مواطن وكل شخص، إذا كان شاب وإذا كان شابة، لكل الناس. اليوم لما أنت تكون نفسك هذا الشيء يكون حلو، لما تعتمد على حالك هذا الشيء يكون بعد أهم، والحرص اليوم واجب. لكن اليوم لما الحرص يتعدى مفهوم الحرص ويعني يروح في مدى وإلى طريق اليوم البخل، يعني المفروض اليوم الإنسان أنه يبدي يقتصد بماله حتى يعتمد على نفسه ويكون نفسه، لكن مو يقصر على روحه وينصاب بنوع من البخل. فموضوعنا لهذا اليوم الحرص، هل هو بخل أم شطارة؟ أكيد مشاهدين الأحبة، هذا الموضوع نقاشنا لهذا اليوم اللي هو الحرص بخل أم شطارة. هواي ناس تفكر الحرص هو نوع من البخل، نوع من عدم التبذير. احيانا اكو ناس تفكر بانه الحرص هو عباره عن شطاره، هو عباره عن ذكاء، هو عباره عن تفكير بالايام القادمه، لان كل انسان من عندنا بيوم من الايام راح يمر بظروف تكون امور الماديه وامور المعنويه تكون نوعا ما شبه ضيقه، لذلك الحرص واجب
وعلى كل انسان يفكر بموضوع الحرص ما يفكرها من ناحيه البخل. البخل نوع اخر او في صفه اخرى يمتلكها احيانا بعض من الاشخاص، لكن الحرص واجب ومطلوب في كل شخص، لازم يكون عنده هاي الميزه. صحيح بالفعل، اغلب الناس اليوم عندهم مبدا الاسراف والتبذير فعلا. لذلك البعض الاخر اليوم معتمدين على حالهم، لذلك يقتصدون بالمال وايضا واضعين ميزانيه وخطه داخل هذا البيت، وايضا عندهم نوع من الحرص. مثل ما قلت انت الحرص واجب، لكن تعدى هذا المفهوم واصبح بخل. بالتالي اليوم الإنسان يقصر على نفسه وبدا حتى أنه ما يرضي نفسه ويقصر على أولاده وعائلته وانصاب بنوع من البخل. طبعا أنت يوم أمس عدت لنا تقرير أنت وزميلتي حسناء، خلينا نروح نشاهد هذا التقرير وبعدها معاودين معاكم. صباح المحبة، صباح الحب والجمال، حياكم الله أحبتي المشاهدين وين ما تكونون. موضوع تقريرنا لهذا اليوم عن الحرص بخل أم شطارة. خلونا ناخذ آراء الناس حول موضوعنا لهذا اليوم ونرجع لكم. ويانا مرحبا، أهلا وسهلا. حضرتك مبذرة لو حريصة؟ والله لا تقدرين تقولين مبذرة ولا تقولين حريصة، يعني عندي كل شيء مقنن، لأن من تكون حياتك هي مستقرة تعرفين تخططين لها. بس من ليش هو الإنسان يبذر؟ من عدم الاستقرار. فلما تكونين مستقرة تعرف أوراردك محدود، تعرفين تحطين كل فلس بمكانه، يعني تخططين، لازم عندك تخطيط، يعني أجي أصرف ثلاثة أرباع الراتب أو جزء كبير من الراتب أو بقي جزء كبير، ما ممكن. يعني أعرف عندي إيجار، أعرف عندي كهرباء، أعرف عندي كله بالترتيب، أعطي أولويات، أكو الباقي ذاك الوقت رفي نفسك بي. هاي ما أقدر يعني ولا ممكن، لأن لما تكون واردك محدود بعدين صفر للزمن. مهما يكون لازم إنسان عنده أي شيء مدخر، على غفلة ما تعرفين شنو مخبي لك الزمن، على غفلة أكسيدنت، على غفلة حادثة، أي شيء يعني طارئ مفاجئ، يعني من وين تجيبين؟ تدانين نو. فأنا هاي والله هذا السيستم ماشي عليه، بس من جلت بالعراق قبل لا فوضى، بس إحنا يعني حياتنا مستقرة مرف، يعني ما أقدر أحكيش أكثر من هذا. فمن تكونين أنت مستقرة تعرفين تخطين حياتك. الحرص شكل والبخل شكل والتبذير شكل. يعني الحرص هو تحرصين على شيء من تجي من الثقافة، يعني بصورة عامة أنه تحرصين أنه هذا من الثقافة، من المجتمع اللي أنت متربية به، أو من العلم أو من أي شيء. هذا بالنسبة للحرص. بالنسبة للبخل يعني نظريتي أنه هي مكروهة، لأن بالشرع ما أجي معامل من بخل إلا من بخل أو حرام. فيعني الشغلة كل من وجهة نظره، يعني هذا بالنسبة لوجهة نظري، يعني بالنسبة لي التبذير لا ما حلو، تشيب المعقول، لا هيك ولا هيك، أكون حد وسط وما أخلي قصران عائلتي وأطفالي، وشي حدود المعقول، يعني حدود المعقول ما أكثر ولا أقل. إذا حضرتك أنت من النوع اللي لا مبذر ولا بخيل، إنما حريص أو تصرف أموالك بالشكل المعقول. أكيد أكيد، هذا يعني لا هيك ولا هيك. والله يا أخي هو الحرص بالتأكيد يعني شطارة، مو بخيل. يعني الإنسان لازم يكون حريص على ممتلكاته، على نفسه، على أهله، على بلده، على كل ما يدور حواليه. يعني مو يعني بخيل، بخيل لا يختلف عن الشطارة. طيب مفهوم البخل برأيك شنو؟ والله البخل هو البخيل، هو الله يكره البخيل. البخل يعني أنا أقول لك عمل ما محبب ولا يعني مطلوب من أي إنسان يكون بخيل. البخيل هو عدو الله، السخي حبيب الله والبخيل عدو الله. والله يعني تقدر تقول الحرص يعني شطارة، وواحد يكون أبو بيت يدير باله على وقته وعن نفسه. طيب البخل شو رأيك فيه؟ لا البخل مو حلو، حتى رب العالمين ما يحب هيك شيء. احيانا اكو ناس يسمي الحرص بخل. لا اكو فرق بين البخل، اكو واحد ما يقدر يشرب نفسه مي، هذا هو البخل، واكو واحد يشتري على قد حاجته وما يبذر. طيب. التبذير واحد وال وصف لي نفسك، تمني انا حريص؟ نعم. لا مبذر؟ لا حريص. حريص؟ حريص. طيب شو رايك بالمبذر؟ اضوج من التبذير اصلا، وهسه حرام يعني ما احب التبذير. والله هو ما نقدر نقول شطارة وما نقدر نقول، بس الحرص الزايد خطأ والتبذير الزايد خطأ. لازم الإنسان يكون متوازي، يعني منظم أموره بين بحيث يقدر بكل لحظة إنه هو عنده شيء يمشي بأموره. طيب
طيب حضرتك انت من يا نوع، بخيله لو من النوع حريصه؟ اني جدا مبذره، وهو هذا الخطا طبعا. جدا. لا سامح الله، بيوم من الايام احتاجيتي حاله اضطراريه لشغله معينه، هالحاله شلون؟ اي صح، هو هنا الخطا. اي هوايه، بس الحمد لله وشكرا مداقوش، يعني انه الامور تكون زينه على طول، فمو كلش لازم يكون واحد الانسان يوقف الحد. يعني استفاديت من التبذير من مرات التجارب خلتك انه؟ طبعا مرات هواي تجارب خلتني اتراجع لورا واعيد التفكير ويا نفسي، فاكون بين بين. احبتي المشاهدين، وصلنا الان لختام تقريرنا وياكم لهذا اليوم، اكيد عرفنا اراء الناس حول موضوعنا، البعض قال الحرص بخل، والبعض قال الحرص شطارة. أكيد وصلنا وياكم إلى ختام تقريرنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي أنا حسين الصالحي و تحيات حسناء الشجيري، مع السلامة. رجعنا لكم مشاهدينا الأحبة بعد ما شفنا هذا التقرير أنا وزميلتي حسناء اللي عديناه لكم بخصوص موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الحرص بخل أم شطارة. نور، أول سؤال عندي ليش يعني الحرص شو تسمي، بخل أم شطارة برأيك؟ الحرص واجب بحياتنا، كل إنسان لمن يعتمد على نفسه ويكون نفسه ودائما يفكر أنه ما عايش بس اليوم لكن عايش للمستقبل ووراء أيام وأيضا بعد حياة، لذلك لازم الإنسان اليوم أنه يفكر بحياته ويوضع ميزانية وخطة حتى يمشي عليها ويكون نفسه، لكن البعض فهموا هذا المفهوم بشكل خاطئ. يعني اليوم لمن أنا أكون حريصة وأحب أن أكون نفسي وما أكون مبذرة ولا عندي نوع من الإسراف، لذلك أنا شنو أقصر على روحي وأكون بخيلة حتى مع نفسي مع عائلتي مع أولادي، فبالتالي هذا الشيء يكون خطأ أكيد. لكن في مجتمعنا الحالي أعزائي المشاهدين انتقلنا إلى مفهوم آخر اللي هو الناس ما بيها طبقات وسط ولا بيها حلول وسط، أما الإسراف التام أو التبذير التام وأما البخل. اكو شيء بالمعقول، كل شيء بالمعقول، لذلك كل شخص ما لازم يكون بخيل ويبخل عن نفسه واهله واطفاله واللي محيطين به، ولا يكون مبذر تماما، لان كل انسان بيوم من الايام راح تمر عليه ظروف ويكون بها مس الحاجه الى الامور الماديه، فبالتالي لازم يكون كل شيء الاسراف وباقي التفاصيل الماديه تكون بالمعقول. شنو رايك انور؟ ترى حتى النفس تحاسب، لما فعلا. لليوم أنا أقصر على نفسي وأكو أشياء بنفسي أنا ما أقدر أشتريها أو أجلبها لعائلتي وأطفالي، فبالتالي هاي النفس راح تحاسبنا أكيد. يعني اليوم الإنسان ما عايش بس بهذا اليوم وخلص ويعدي ويروح ويزول، لكن عنده أيام بحياته لازم يفكر بروحه ومستقبله بشغله، لذلك نقول إحنا الحرص واجب. كل إنسان اليوم لما يكون عنده دفين لبعض من الأموال اللي هو كان حريص على أن يجمعها، هذا بالتالي راح يفيده، لأنه هو اليوم اعتمد على نفسه ووضع له ميزانية كانت جيدة حتى يقدر انه يصرف من عندها. لا سمح الله تعرض لموقف معين، ان كان هذا الموقف سلبي او كان ايجابي، كان مفرح ولا محزن، لذلك المفروض الانسان اليوم ان يعتمد على حاله وايضا عنده نوع من الحرص. لكن البعض يا حسين اصبحوا بخيلين لدرجة انه يمكن حتى هذا المي بدوا انه يحاسبون عليه. وان ذكرت يا نور يعني ما عندنا حلول وسط، يا اما البخل تام على حياتهم في كل حياتهم الاجتماعية، يا أما الإسراف الزايد، فبالتالي هذه الأمور اثنين سلبية. كل شيء يكون بالمعقول، الحرص بالمعقول، الحرص بأنه ما تعدى مرحلة الحرص المعقول وإنما تصل إلى مرحلة البخل ولا تبذر بالأخير. فبالتالي أعزائي المشاهدين لازم كل إنسان يفكر بالحرص أولا ولا يفكر بمفهوم البخل، البخل هو شيء ثاني، البخل هو الإنسان اللي يبخل، عنده كمية من الأموال وعنده مصدر رزق يجوز وأحيانا عنده من رزق الرب موجود، لكن يبخل على نفسه، يبخل على اطفاله، يبخل على بيته، يبخل على نفسه شخصيا، يعني على هواي تفاصيل. اكو هواي امور، اكو ناس احيانا يعني في يوم من الايام صادفني منظر، اكو انسان متمكن ماديا لكن اصيب بمرض وهذا المرض طلب علاج، ما عالج نفسه. تخيلي هذا الشيء، ما عالج نفسه، كان بخيل حتى في العلاج، في علاجه على صحته، يعني هذا الشيء على صحته له، فبالتالي ما عالج نفسه للماده اللي محتاجه وما علم هو متمكن ماديا. هي هاي المشكلة يا حسين، هاي مشكلة كبيرة. الإنسان لازم يكون حريص لكن بالمعقول، ما تبخل على نفسك، ما تبخل على أهلك، ما تبخل على كل الناس الموجودين حواليك. البخل مو بس فقط يعني الناحية المادية، لكن البخل بالمأكل والمشرب وأيضا شراء الملابس وغيرها. يعني اليوم لما أنت تشاهد شخص أنه يكون بخيل حتى بناحية الأكل،
يعني هاي مشكله بحد ذاتها، اعتبر انه هذا يكون مثل الحاله النفسيه، وايضا خوف انه لهذا الشيء راح يخلص وينتقص منه. اذا اسمح لي منتجين تسالين هيك شخص بانه شنو السبب بان انت هذا الاعتكاف اللي مكونه انت تبخل على نفسك وايد تفاصيل، يجاوبك على مبدا الحرص، لكن هذا مو حرص، هذا بخل تمام. فبالتالي عندنا اول اتصال اكيد نكمل، لكن عندنا اتصال مخرجنا يقول الو صباح الخير، حياك الله يا صالح، صباح الجمال ان شاء الله. صباح الخير والعافيه والستر والامان على احلى قناه في العالم، قناه الديار الفضائيه. صباح الخير لكم جميعا سيدات وسادتي لهذا اليوم. صباح النور يا صالح. صباح الخير سيدي العزيز المحترم. الله يسلمك، نورتنا. حياك الله. صالح قل لنا ببداية موضوعنا لهذا اليوم، الحرص برأيك يكون حلو؟ يكون واجب انه الانسان يكون حريص؟ صالح اليوم موضوعنا حول الحرص، بعض الناس اليوم حريصين من ناحية حياتهم، لكن البعض الآخر فسروا اليوم الحرص من جانب البخل لو من جانب الشطارة برأيك انت؟ والله شوف، اولا تحيه لسيد العزيز الاعلامي زميلتي المحترمه، تحيه لك يا سيدي. شكرا لك. شكرا لك يا الخطيب، ان نراكم احلى او افضل وابيض اعلاميين في العالم. شكرا لك، هذا من ذوقك، ممنونين منك اكيد. نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، مع احترام لها الكلمه ومع احترام القناه الديار، المبذرين اخوان الشياطين تماما. فعلا صح بالفعل المحترم، فعلا من هذا المنطلق يجب ان نكون حريصين جدا في كل شيء، سواء في 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 ملبسنا، في معكنا، في مشربنا، في مجلسنا في الشارع، في مناسباتنا، في كل شيء، في مناسبه ما صارت عزيمه وكذا، ان نقدر يعني شوف الجار من يجي نقدر برضه شنو اللي يكفي مثلا، وهكذا مع العلم اكو 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 مناسبات واكو الحرص اللي عليها ممكن ان يكون مبالغ فيه، لكن الحرص شرف اساسي ان يكون قانوني ان صح التعبير ومحترم ويليق ب احنا كحريصين جدا على يعني قصدك بالمعقول يا صالح. نعم بالفعل انه يكون الحرص واجب، لكن بعض من الاشخاص اليوم يا صالح عندهم نوع من البخل، لما نقول لهم هذا مو حرص هذا بخل يقولون لا هذا اللي احنا بنسويه هذا حرص. يعني اليوم الانسان لما يقصر على نفسه بشكل مبالغ به يصبح هذا الشيء بخل. اكيد اكيد اكيد، هو في مجتمعنا موجوده، وانت تشوف الحروب اللي اثرت علينا وعلى بلدنا، جعلت الناس انه حرصين او بالاحرى بخيلين جدا الى ابعد الحد، وحتى على عوائلهم وعلى نفسهم وعلى مشيتهم بالشارع وعلى علاقاتهم. صح بالفعل، اصبح عندهم جانب من التقصير على انفسهم وعلى عائلاتهم ايضا. بالضبط بالضبط، والله العظيم اكيد، لكن احنا ان شاء الله عراقيين قلوبنا طيبه نتجاوز هاي المرحله. انا ما اريد اصيد. تحيه لك سيدتي العزيزه. تحياتنا لك. شكرا لك يا طيب. حب الله يا نور. شكرا لك. والوطن وقناه الديار والمخرج وزميلي وكنترول الديار ومصورين الديار وكابتن الديار، نلتقي غدا اذا الله كتب لنا حياه ان شاء الله. مع السلامه. باذن الله. ان شاء الله، نورتنا يا صالح وشكرا لك ولاتصالك. فعلا كلام صالح يا نور كان جدا واقعي ومنطقي بسبب الظروف اللي مرينا بها، فلذلك خلى الانسان ما يكون عنده حد وسط او حل وسط. اكو ناس عندهم البخل شيء تام في حياتهم، فبالتالي ما يرضى او ما يتجرأ يصرف شيء معين حتى لو كان لنفسه او لعائلته، وبالتالي اكو ناس اخرين من طبقات اخرى عندهم التبذير والاسراف بشيء مفرط به وعدم مبالاة وعدم التفكير في الأيام القادمة، لأن مثل ما ذكرت في بداية البرنامج كل إنسان في حياته راح تمر به بيوم من الأيام، ربي يبعد عنا الهموم والمشاكل، يا رب ربي يبعدها عن كل شخص، لكن كل إنسان في يوم من الأيام يمر بوعكة صحية، يمر بمشكلة، يمر بحادث اضطراري يحتاج إلى المادة، فبالتالي هو مبذر ما راح يفكر بالأيام القادمة، فبالتالي راح يوقع بمأزق كبير. فإحنا نقول الحل الوسط لازم يكون موجود، لا تكون بخيل تماما ولا تكون مبذر او مسرف تماما، دوم يكون كل شيء معقول. لازم اكو ترتيب للميزانيه المنزليه او البيتيه او الاجتماعيه. صح، المفروض انه نمسك العصر من النص، لا نكون مبذرين بشكل مبالغ به ولا نكون بخيلين بشكل مبالغ به. المفروض اليوم احنا يعني ندخر
الفلوس اللي عندنا والأشياء اللي موجودة بحياتنا أيضا من مأكل ومشرب وغيرها ونكون حريصين. لكن أنا مو اليوم أقصر على روحي واليوم أنا أموت نفسي من الجوع والله أنا أكون حريصة. الحرص بهذا الشيء ما يكون حرص لكن يكون بخل ويكون تقصير وأيضا يكون تعذيب. يعني دا أعذب نفسي اليوم أنا وأعذب عائلتي من جانب الحرص؟ لا يا أخي وأكيد أنه مو هذا الحرص. الحرص اليوم أنت تفكر بحياتك بمستقبلك تدخر المادة بحياتك حتى لا سامح الله إذا كان عندك التشي أنه مؤسف شيء موقف أنت يكون تعرضت له أنت بشي حادث معين بحياتك وقعدت أنت مأزق مادي ما راح تقدر أنه تطلب المساعدة من الغير. لكن أنت تفكر وعندك شيء مجموع أنت من المال تقدر أنه أنت تساعد به. لكن البعض من الناس اليوم ما عندهم هذا التفكير وعندهم نوع من المرض النفسي اللي هو البخل. أكيد كلامه جدا واقعي ومنطقي يا نور. أكيد مشاهدين الأحبة موضوعنا طويل لهذا اليوم لكن نطلع لفاصل غنائي ونرجع لكم خليكم ويانا. هذه عودة جديدة معكم مشاهدين أكيد مستمرين بفقراتنا الصباحية معكم حلقتنا لهذا اليوم. والحرص يكون حلو وواجب لكن البخل يكون مرض نفسي ويكون أكيد البعد عنا شيء أساسي بحياتنا. حتى بسبب البخل انصابت بعض العوائل العراقية اليوم بمشاكل لا غنى عنها. حتى بعض العلاقات اليوم الاجتماعية أدت إلى الانفصال بسبب هذا الموضوع بسبب البخل. بعض اليوم من التفاهم صار يعني بعد كلش البعد بين الشخصين بين الزوج والزوجة بسبب البخل. إن كانت الزوجة بخيلة أم كان الزوج بخيل. لذلك أنت تلاحظ أغلب العلاقات اليوم الزوجية انهدمت بسبب هذا الموضوع. هواي حالات نشوف حالات طلاق حالات انفصال حالات مشاكل بالفعل. بسبب المادة أحيانا تكون زوجة بحاجة إلى أموال وتحب الإسراف وتحب تفاصيل أخرى فبالتالي الزوج ما يقدر يلبي هاي الطلبات إلها فبالتالي تحدث مشاكل وأحيانا تصل إلى الانفصال. وأحيانا العكس تكون الزوجة غير مدبرة مبذرة نوعا ما وأحيانا تكون بخيلة نوعا ما فبالتالي الزوج الضايق من هالشيء وأيضا تصل المشكلة إذا كان الزوج اليوم بخيل يعني ببخل مبالغ به لدرجة أنه مخيفة. قلنا الحرص مطلوب لكن البخل إحنا لكن البخل. أنت تلاحظ اليوم الزوج يحاسب زوجته على يمكن أنه شربت المي يمكن فعلا. على النساتل وغيرها من الشوكولاتة وغيرها وحتى المسواق اللي داخل البيت يحاسبها من جانب الحرص لكن ما يحاسبها من جانب إذا البخل. إذا الواقع هو هذا بخل مو حرص بالفعل. لكن لأن هاي العائلة هي بأول تالي هي حقها عليك فبالتالي لازم أنت ما تحرمهم من شيء وتوفر لهم كافة الاحتياجات اللي ينفسهم بي. أكيد مشاهدينا دراسة أثبتت بأنه أصحاب الدخل المحدود كل إنسان بحياته كان يكون راتبه محدود كان يكون موظف أو كاسب بالتالي يصل إلى نهاية الشهر ودخله محدود جدا وعنده عائلة حتى لو كانت عائلة كبيرة يصل إلى نهاية الشهر وميزانيته كلش تمام وبالتالي أحيانا يكون مدخر نوع من الأموال أو مبلغ من المال والأصحاب الدخل الفائض أو أصحاب المادة الميسورة يصل إلى نهاية الشهر ويكون عنده ولا في الإسباق تمام. فبالتالي هذا دراسات نفسية والاجتماعية وعلمية أثبتت بأنه دماغ الإنسان أصحاب الدخل الميسور أو الدخل الفائض يكونون بعدم مبالاة بالتالي يصرف 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 يقول أنا عندي دخل يفتقد إلى الميزانية والتخطيط المسبق لحياته. أما أصحاب الدخل المحدود عنده ميزانية محددة عنده تفاصيل معينة عنده نظام معين ماشي فيه بحياته وتري احنا العراقيين عندنا هواي مصاريف تفاصيل ثانية كثير. اكو ناس اصحاب دخل محدود يجي نهاية الشهر هو او بداية الشهر لما يستلم الراتب او يستلم اجوره سواء كان كاسب او موظف منظم وكأنه عنده ورقة وقلم عنده فد ايتم ماشي عليه عنده اجور المولد احنا تدري حياته اليوميه الكهرباء والماي الكهرباء الانترنت المي تصاريف المحاضرات مال الاطفال وغيرها من مأكل ومشرب مسجلها كلها وماشي على نظام معين حتى احيانا كراوي الكيات اكو ناس حتى كراوي الكيات وتفاصيل التاكسيات محسبين واجرت حتى البنزين تبع السياره فعلا وبالتالي يجي نهايه الشهر هو مضبط حسابه وعنده فائض احيانا من الاموال. اما اصحاب الدخل الفائض تجين عليه ما يفكر هاي دراسات نفسية أثبتت بأنه ما يفكر هو يقول أنا عندي راتب وماشي وتمام عندي فلوس بس لما يصرف 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 يجي نهاية الشهر تلقيه متدايم. صحيح بالفعل بعض من الناس يستلمون الراتب ينطوها رأسا بنفس اليوم للدين ينطي هذا وذاك تلاحظ أنه راتبهم فعلا. اليوم أصلا ما موجود وبنفس اليوم الراتب يأخذه بهذه الإيد ينطو بهذه الإيد. طيب نور حاب أسأل السؤال أنت من يانا؟ أكيد من جانب الحرص لأنه الحرص يكون يفيد الإنسان لما أنا أتعرض لشي موقف
ابتعد عن التبذير. حلو. تدري ليش؟ انه لازم عندك نظره للمستقبل انت. طبعاً أكيد. انه هاي امور دنيا، ما تعرف رب العالمين شنو ضام بحياتك. اما انه تعرضت انت لشيء يعني موقف اكيد مفرح، كل انسان معرض الى موقف محزن. فعلاً. لذلك انت بنفس الدقيقه يمكن ما تلقى احد انه يساعدك، او يمكن الانسان اللي انت معتمد عليه كان مار بموقف أصعب من الموقف اللي أنت مريت به. لذلك الحرص يكون واجب، دائما الإنسان يفكر بالبعد، عنده مستقبل وعنده عائلة وعنده مسؤولية، لازم أنه يحرص، لكن الحرص يكون من بشكل معني معقول، مو بشكل مبالغ به وأكون أنا بخيلة وأقصر على نفسي. أحيانا أكون إنسان تجين سيرينا تلقينا مصرف تماما، ما يفكر، يصرف اللي عنده واللي عند جيبه، التبذير والإسراف بشكل مخيف، الإسراف والتبذير بشكل جدا مخيف. تجين تسألي يابا أنت فكر الباتشر، فكر بأنه باتشر لا سامح الله خلاص عندك قدر معين، عايش يومي وها هي. القدر يحكم الإنسان، يعني أحيانا إنسان ما مفكر بشيء، رايح جاي بدربة، يمر عليه فضح حادث معين أو ظرف معين، فبالتالي يخليه يحتاج إلى مادة معينة. تجين تسألين شخص بأنه يا صديقي يا حبيبي بانه انت اليوم تقاعد تصرف كل اموالك، باتر اذا مريت بظرف شنو اللي راح تسوي؟ يجاوبك تحت مبدا ربش موجود، الله كريم الباتر، طيب تمام ونعم بالله ونعم بالله، لكن ربش يقول يا عبدي اسعى وفكر واطمح. صح. وخطط حياتك ورتب. يا عبدي واني اسعى معك. اكيد كل انسان لازم يفكر بهذا على اساس هذا النحو. اكيد مشاهدين الاحبه عندنا فاصل وبعدها راجع لكم، خليكم ويانا ابقوا يعني. هذا تقرير نور. طبعا هذا الفيديو اللي شاهدناه بخطوات كلش كانت دقيقة وأيضا بسيطة. هذا المكياج اللي شاهدناه هو مكياج بسيط سمبل، يفيد كل البنوتات، وأيضا أنه بنوع من الحداثة لكن بشكل مبسط. هذا الميكاب أيضا الموضة بهذه السنة تكون مايلة لهذا الميكاب، لأنه المكياج البرونز اللي يميل للدخان الفاتح يجذب النظر أيضا حتى للعين. الشاهد أنه أغلب البنات اليوم تحب المكياجات اللي تابعة للدخاني أم البرونز. لكن أنا تعليقي على موضوع الكونتور، شفت الكونتور شلون غير ملامح الوجه؟ لكن بطريقة هو فعلا. شنو الكونتور يكون حلو أنا وياك، لكن مو كل بنت تقدر تعمل الكونتور. الكونتور بطرق وخطوات تكون حتى بالفرشاة، أعتقد شايف أنا أكو فرشات خاصة إلي، وأكو أعتقد عدة ألوان يعني صح حسب تقسيمات الوجه، وحتى طريقة رسمة الكونتور وأيضا كيف تتناثره حتى على الوجه يكون بشكل صحيح، يعني بخطوات تكون صحيحة. مو أنه كل بنت تقدر تعمل الكونتور، لذلك انه لابد انه كل بنت تعرف تتعلم خطوات وضع الكونتور للوجه. اكيد حاليا مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والانترنت اصبح في متناول يد كل انسان وكل شخص، كل انسان صحيح. يقدر يطلع على الانترنت على اليوتيوب على طريقه عمل مكياج او اي شيء في حياته، فلذلك كثير من الفتيات اصبحوا خبره وبلوجريه من داخل منازلهم من خلال اليوتيوب. بالفعل دورات تكون تعليميه فعلا. انه انت تشاهد اليوتيوب هذه المقاطع، بالتالي انه فتره تسليه وترفيه لك، وبالتالي انت تتعلم معلومات تكون قيمه لطريقه انه الميك اب والازياء وغيرها. قبل البلوجر النسائيه اللي مهتمين بمجال الميك اب كانوا على عدد الاصابع، لكن حاليا لما تشوفين مواقع التواصل الاجتماعي خاصه الانستغرام او السناب شات تشوفين عدد البلوجر او الفاشينيست اللي موجودين الاف ومئات، اكثر من الاشخاص اللي متابعين. جانب الجمال اذا ترجعين بالضبط، اذا ترجعين اول شيء الاهتمام بجانب الجمال اصبح اكثر عن صح. عن سابق. بالفعل. وبالتالي كل شخص يقدر يصبح خبير ميك اب من خلال اليوتيوب. صح. لكن مشاهدينا الاحبه اكيد الرجال هم لهم حق علينا، راح نشوف فيديو عن قصات الرجال الحديثه وراجع لكم. ورجعنا وياكم مشاهدينا بعد فقرة قصة أكيد الشعار التابعة للشباب، وشاهدنا أحدث القصات الشبابية، مو بس فقط البنات لكن حتى الشباب استغرقت وقت، يعني مو بس أنه اليوم البنت تقدر تعمل قصات وأيضا الموضة بشعرها وتسريحها والميكاب، لكن حتى الشباب. قبل يا نور نعرف بأنكم مراكز تجميل للنساء، صالونات نسائية، وبالتالي المسمى او الانسان او المكان اللي يزين به او يحلق به الشاب هو حلاقه، لكن حاليا اصبح بعدد مراكز تجميل نسائيه اكو مراكز مركز تجميل للشباب ومراكز تجميل وتسريح الشعر وكرياتين وهواي تفاصيل اخرى. كل هذا يعود الاسباب الى هواي دراسات اثبتت ومواقع اجتماعيه اثبتت بانه هذا كله بسبب تطلع العالم الخارجي. بعد 2023 الحداثه اللي دخلت لنا حداثه والعولمه والتكنولوجيا، التكنولوجيا حلوه بحياتنا لكن احنا بدنا نستخدمها بعض الاستخدامات أحيانا. للجانب السلبي والجانب الايجابي. لما اليوم الشاب
الشاب أو الشابة يطلعون كل على هذه الحداثة والعولمة، واليوم الاهتمام بالمظهر الخارجي والأناقة والإستايل يكون مطلوب بحياتنا، لكن أنا مو أكون مسرفة، وأيضا التبذير والإسراف بهذا المجال وأهتم بشكلي ومظهري وأني أخلص كل راتبي وكل الأشياء اللي أنا مدخرتها على هذا الجانب، لا، هذا الشيء يكون خطأ، بالتالي أكون حريصة والحرص يكون واجب ومطلوب حتى في هذا المجال. الحين أنا كنت تفصيل آخر، سواء بالنسبة للشباب وسواء بالنسبة للفتيات، أكو مبالغة بالستايلات، نلاحظ هذا الشيء. أكو كل شيء معقول، يعني أوكي اهتم بشكلك بمظهرك بشعرك بتفاصيلك، لكن البساطة لازم تكون موجودة. إحنا إيش ما نبي، إحنا مو هذا السبب، يعود همة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطلع العالم الخارجي، يشوفون الدول الغربية، يشوفون هواي ناس مبالغ في ستايلهم شكلهم، هذا حسب البيئة اللي هو عايش فيه، لكن حسب طبيعة الشخص كيف حيتأثر بالمشهد اللي عايش بيها، لكن احنا ايش ما نبتعد، ايش ما نتطور، ايش ما نتقدم، تبقى بجذورنا، تبقى بيئتنا، تبقى المكان اللي احنا عايشين به، صح، تبقى جذورنا شرقية، لازم نتبع على هذا الأساس، اوكي نواكب الحداثة ونواكب التطور، لكن اكو شيء لكن اساسي تحكمنا عادات وتقاليد فعلا. وايضا مجتمع عشائري، واحنا مجتمع شرقي، فما نبعد عن هذه الخطوه، لكن كل ما كانت الحداثه موجوده كان التفكير ببيئتنا كانت اهم. اكيد مشاهدين الاحبه، بعد ما شفنا فقرات الميك اب بالنسبه للفقرات النسائيه، فقره جمالك وفقره قصاص شعر رجاليه، راح نبداكم بفقره هل تعلم اللي عودناكم عليها، وعدنا هل تعلم ان التفاح له تاثير على ايقاظ الشخص حتى الصباح الباكر اكثر من الكافيين، يعني عادل القهوه التفاح. حلو. هل تعلم ان الحشرات لا يمكنها تحريك راسها ابدا ما عدا حشرات فرس النبي؟ وهل تعلم ان احمر الشفاه الخاص بالنساء يحتوي على بودره جماجم الاسماك المطحونه؟ هل تعلم أن القفص الصدري للإنسان يتحرك في السنة أكثر من 5 مليون مرة خلال عملية التنفس؟ وهل تعلم أن بين كل بليونين شخص هناك شخص واحد فقط يمكن أن يعمر إلى 116 سنة؟ وهل تعلم أن النملة لا يمكنها أن تقلب إلا من جانبها الأيمن فقط؟ وهل تعلم أن عين النعامة أكبر من دماغها بالكامل؟ هل تعلم أن النسر ينتحر عندما يمرض؟ وهل تعلم أن العصافير تبني أكثر من عش في أكثر من مكان لتأتي الزوجة بعد ذلك وتختار العش الذي يعجبها؟ هل تعلم أن الخنزير لا يتمكن أبداً أن يرفع رأسه وينظر إلى السماء؟ وهل تعلم أن حزن الفيل يشبه إلى حد كبير حزن الإنسان بحيث تبكي الأفيال؟ هل تعلم أن أول من ركب الخيل هو النبي الله إسماعيل عليه السلام؟ وهل تعلم أنه في الصين يتم منع الأغبياء من دخول الجامعة؟ هل تعلم أن حواء سميت بهذا الاسم لأنها أم كل حي؟ وهل تعلم أن الزرافة لا تنام يومياً غير 9 دقائق فقط على 3 مراحل، أي كل مرحلة بمعدل 3 دقائق؟ هل تعلم أن الأسد يخشى صوت الديك؟ مشاهدينا فاصل غنائي، بعدها معاودين معاكم. أهلاكم مشاهدينا الأحبة، بعد هذا الفاصل الغنائي الجميل وأكيد نبدأكم بفقرة الصحف لهذا اليوم، وعدنا أول صحيفة ويانا صحيفة المستقبل العراقي، وعدنا الخبر الأول يقول رقص الميادين رياضة تخلصك من التوتر. شو رأيك بهذا الخبر يا نور؟ حلو هالشيء، هذا دائما الرياضة رقص الجماعي بالميادين يخلصك من التوتر، لكن هذه الرقصة الجماعية مو الكل انه تقدر ولا موجودة في مجتمعنا، مو موجودة يعني بمجتمعنا، لكن المجتمع الغربي يكون هذا الشيء منفتح وايضا يكون عادي، لكن ستلاحظ حتى الرقص ب يعني اعراسنا شهد به نوع من الخجل، اذا كانوا الشباب وحدهم فماكو مشكلة، وايضا حتى كانت العراس تبع النساء وحدها ماكو مشكلة، لكن لما يكون الرقص جماعي وايضا قدام الناس يصاب نوع من الخجل. أكيد. وعدنا الخبر الآخر، الخلايا الجذعية أمل العلماء في مكافحة الصلع. نتمنى هذا الشيء دائما بلازما الدم، بلازما الدم في هذا الوقت كلش أنه عاجة، وأيضا بها نسبة كلش مخيفة، لأنه أغلب الشباب اليوم وأيضا الشابات يتوجهون إلى مراكز التجميل حتى يحقنون بلازما الدم لتساقط الشعر ولنضارة البشرة. أكيد نتمنى من العلماء يكتشفون هذا الشيء من الخلايا الجذعية للتخلص من الصلع. وعندنا خبر آخر ملفت للنظر، المياه المعدنية مضرة بالأسنان. بما أن هذا الخبر ملفت راح نقرأ، يعلم الجميع بأن الصودا والقهوة مضرة بالأسنان، لكن لا يخطر ببال أحد أن المياه المعبأة أضرارها، وهو ما حذر منه أطباء الأسنان مؤخرا، ويشير تقرير حيث أن بعض العلامات التجارية الأكثر شعبية للمياه المعبأة
في زجاجات تحتوي على مستويات حموضة خطيرة وتفتقر إلى الفلوريد الضروري، فبالتالي تؤثر بشكل تام على الأسنان. أكيد عندنا الصحيفة الأخرى يا شانو. والصحيفة التالية الزوراء، أحلام تشبع حنين العرب في أمريكا بحفل غنائي على مسرح والت ديزني، ونوال الزغبي تهز المسرح بطلة ملكية في السويد. أخيرا مي عز الدين بلون عينيها الطبيعي. يوتيوب يضيف قسم الأخبار العاجلة، والعنوان الآخر مبلغ خيالي لقاء إطلالة هيفاء وهبي. وأيضا الصين تدشن تقنية تدعي عادة الحياة لجثة هامدة. هالة صدقي، طوال مشواري الفني لم أفكر في الاعتماد على جمالي أو إظهار مفاتني كأنثى. وناسا تعلن وضع خطة لمنع انفجار بركان قد يدمر البشرية. فاصل وبعدها راجعين وياكم. رجعنا لكم مشاهدينا الأحبة بعد هذا الفاصل. أكيد بعد ما انتهينا فقرة الصحف نبدياكم بفقرة الأبراج، ونتمنى من كل أبراجنا ومن كل مشاهدينا الحظ السعيد لهذا اليوم. والبرج الأول برج الحمل، مهنيا ممنوع عليك التقصير في العمل ولا تتذمر أو تثير الخلافات مع الزملاء. وعاطفيا تجنب مناقشة مواضيع حساسة مع الشريك ورطب الأجواء بينكما. ما أعرف أنه أحسها صار أيام ببرج الحمل عنده مواضيع وعنده قلق وتوتر من ناحية أكيد الجانب العاطفي، لكن نتمنى أنه ما عندك هذه الخربطة ولا التوتر لا من الجانب العاطفي ولا حتى المهني يا برج الحمل. برج الثور لهذا اليوم، مهنيا تمسك برأيك وناقش الزملاء انطلاقا من قناعتك ومبادئك وخبراتك. أما عاطفيا، حل مسألة الانطوائية عبر التواصل مع الشريك ومناقشته في علاقتكما. هذه الانطوائية وهذه العزلة اللي انت عايش بها خليها تنتهي من حياتك، واظهر واطلع لحياتك انه تكون حلوة بتواصلك المستمر مع شريك حياتك. اكيد التواصل مع الناس يصيب الانسان بالتوحد وبهواة تفاصيل اخرى سلبية تؤثر على حياته. لذلك هنا يا برج الثور عاطفيا يقول حل مسألة الانطوائية اللي موجودة عندك، فبالتالي اطلع وتواصل مع الشريك مع الناس وناقشه بالامور اللي تواجهك في حياتك. وبرج الجوزاء لهذا اليوم، مهنيا تجنب المشاريع السطحية ولا تعطي الوعود قبل التأكد من الإيفاء بها. وعاطفيا امنح الشريك المزيد من الاهتمام، لأنه من بدأ يشك بحبك وإخلاصك. وبرج السرطان لهذا اليوم، من الجانب المهني تحتاج إلى الدقة في إنجاز مشاريعك العالقة بسبب النقص في التمويل. أما من الجانب العاطفي تعيش أجواء في الانفعال والاستياء مع الحبيب، تجنب الهواجز في علاقتكما. أكو أنه انفعال وأكو استياء من ناحية علاقتك بالشريك، نتمنى أنه هذه المشاكل ما تبقى عالقة لكن تختفي وتزول بحياتك يا برج السرطان. أكيد نتمنى الحظ السعيد لكل أبراجنا ولكل مشاهدينا. وبرج الأسد لهذا اليوم، مهنيا احذر من الزملاء الذين يراقبونك ولا تقلق من تصرفاتهم السيئة اتجاهك. وعاطفيا شرع أبواب التواصل مع الشريك لتتقرب منه وتعيشان علاقة مميزة. برج العذراء لهذا اليوم، حظك يقول من الجانب المهني إجهادك الزاهد وتهاونك في بعض الأمور من أسوأ الأمور التي تعترضك هذه الفترة. أما من الجانب العاطفي تسمع خبرا من الشريك كنت بانتظاره يفرحك ويريحك. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل نكمل فقرة الأبراج. وبرج الميزان لهذا اليوم، مهنيا احذر من التسرع وسيطر على الأوضاع وأصغي إلى ما يؤمرك به عقلك. وعاطفيا لا تعطي الحبيب أي سبب لانتقادك، عامله باهتمام وكن عند حسن ظنه. أهم شيء أنه الإنسان ما ينتقد الإنسان المقابلة، وإذا كان شريك حياته وانتقده فهنا راح تكون كارثة وراح تكون مشكلة كبيرة بحياته. لكن نصحه، قدم النصيحة من جانب الخوف والاهتمام لا من جانب الانتقاد.
معنا برج العقرب لهذا اليوم مهنيا تتمكن من إنجاز أعمالك وإتمام صفقة بنجاح، ما يكسبك المزيد من المال إن شاء الله. دائما الحظ الوافر لك، ودائما يكون أنت مدعوم من الجانب أكيد المالي المهني. وعاطفيا لا تتهرب من الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرحها عليك الحبيب، ماكو إحراج ولا أكو أنه خجل بينك وبين شريك حياتك يا برج العقرب. كل إنسان لازم يكون صريح مع شريك حياته، حتى لو كان سؤال محرج لازم يجاوب عليه بكل صراحة على ما تمشي حياتهم بسلاسة، وما واحد يضم شيء على الآخر. وبرج القوس لهذا اليوم مهنيا تنعم بنشاط وطاقة كبيرين، استغل إمكاناتك في تحسين وضعك المهني. وعاطفيا أناقتك في مظهرك ولباقتك في تصرفاتك تجذبان إليك الجنس الآخر. برج الجدي لهذا اليوم من الجانب المهني، استغل قدراتك البديهية في التمييز بين الأمور وبلوغ أهدافك المرجوة. أما عاطفيا تنشأ علاقة رومانسية مع شخص يثير إعجابك، وتخططان للارتباط. يا رب إن شاء الله هذا الارتباط يكون عليك فال سعادة ومحبة في جميع حياتك يا برج الجدي. أكيد. وبرج الدلو لهذا اليوم مهنيا تنال الثناء والإطراء نتيجة لجهودك الجبارة التي بذلتها في الفترة الأخيرة. وعاطفيا تجنب الدخول إلى حوارات غير مجدية مع الحبيب وناقشه في علاقتكما. ختامها مسك مع برج الحوت مهنيا، لا تعرض استقرارك في العمل للخطر وذلك باتخاذ قرارات عشوائية ومستعجلة. أما عاطفيا تلتقي شخصا يخفق له قلبك ويثير إعجابك وتفكر في الارتباط به رسميا. رجعنا لكم مشاهدينا الأحبة، أكيد لكن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى حلقتنا لاقت استحسانكم، ونحب نذكركم بموضوعنا لهذا اليوم، الحرص بخل أم شطارة. الحرص المعقول لازم يكون متوفر في حياتنا، لا نصل إلى مرحلة البخل ولا نصل إلى مرحلة الإسراف. فبالتالي مشاهدينا الأحبة نتمنى أن استفدتم من موضوعنا وفقراتنا لهذا اليوم. هذه تحياتي تقبلها أنا حسين الصالحي، وتحيات زميلتي نور الشيخلي. إلى اللقاء، مع السلامة.